تتواصل المظاهر الاحتفالية والفعاليات في مختلف المراكز التجارية بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 30 من يونيو، حيث يحرص المواطنون على الاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها مبادرة كلنا واحد التي تأتي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا وقد تعاونت وزارة الداخلية مع عدد كبير من السلاسل التجارية الكبرى لعرض أسعار السلع بشكل مخفض، والتخفيض وصل إلى 30%، بالإضافة لخصومات بالمطاعم والمحلات التجارية. الحمد لله اللي احنا فيه ده قوي. انا راجل كنت بسافر بره وبروح وباجي، وشفت تغير فعلا رهيب في البلد. يعني فعلا الله يبارك له السيسي، الله يبارك له. بقى فكرة ممتازة جدا، وانا شايف يعني بلبع كلها تخفيضات ما شاء الله، يعني كل سنة طيبين. كفاية ان 30/6 رجعت تاني ومصر كلها بخير. شكرا يا ريس، وتحيا مصر.